ده تدريب على قفز الكلاب، بنعلمهم القفز. يلا امسك امسك اهو، جابها ابن اللذينه. اماكن بتقول هذا رامبو، رامبو طبعا شراسه. طبعا غلط ان انت تمسك حاجه في وعاء قدام الكلب، لازم تكون حريص حريص ما تمسكها علشان ما يهبركش. طب احنا بنلعب اصلا مش يعني، بس يا العيال تعالى يلا. اهو يلا امسك عبيط عبيطه يلا. اهو مسكها ابن اللذينه، شايفين قد ايه مسافه؟ اكتر من 2 متر. يلا يا رامبو امسك، يلا يلا امسك، جابها. بس انا اصلا ماسكها عايزه يجيبها كلها. امسك يلا، ايوه جود بوي، شايفين؟ امسك جامد، امسك جامد يا رامبو، امسك جامد يا فيكي. كلبة الفيكي دي اشد شراسه من رامبو قوة. اي اي امسك جامد، امسك امسك شد جامد، يلا ما شاء الله يعني نمور. امسك يا خبر ابيض، امسك صلى على النبي، صلى على النبي وحوش. تجربة تانية، تعالى امسك يلا، امسك يا رامبو، امسك يا بيكي. انا بحافظ طبعا على تدريبهم باستمرار علشان الكلاب دي لو ما اتدربتش تقدر يعني بسبب الطاقة اللي جواها قسما بالله تهد بيت، فعلا باللفظ كده البيت بول قادر يعني يوقع بيت، حيث انه يحفر فيه لغايه ما يجيب اجله. هي طاقه لازم تطلع بالتدريب، بالجري، باللعب، باي شيء، ماشي تمشي تاخده توديه تجيبه اي حاجه. المهم المهم ايه، تعالى يلا انت، ماشي. المهم ان هو يلا، المهم ان هو ايه يعمل. يلا امسك، يلا امسك امسك، يلا امسك يا رامبو، امسك امسك امسك، يلا امسك 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 امسك، هات ولا رامبو امسك امسك امسك، هات امسك. هو في بس حد طلع السلم فعشان كده هو العيال شغلوه طالعين على السلم. عايزين ايه؟ صوت استنوا تحت. طب استنوا اخليك، انا جاي اهو، بس عشان هنزله بس عشان ما يعكسكوش، انزلوا تحت. تعال العيال، تعال يا رم، ده اللي منعه شويه عن تنفيذ الامر علشان هو ايه شم حد طلع السلم، هو يحب يلعب مع العيال. يلا تعالى رامبو امسك امسك، جود بوي. بعد كده تبقى امسك امسك يا حمار، خليه غصب عنه يعيد الامر عشان هو ما نفذش حاجه.
عشان ايه يعرف ان العمليه مش سايبه. امسك امسك صعب طاله كمان. امسك 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 يلا امسك 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 يا رامبو امسك 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 امسك. اه كده رامبو ما يسمحش ايه بالدل، عايز يلعب. امسك نط امسك امسك هات الدل تعال امسك 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 يلا رد امسك 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 ابن الرفا دي امسك امسك تعالى احسن خبر امسك خاطر انت تصور كده ممكن ياخد ايدك، فلازم تكون حريص وانت بتصور هو فعلا ممكن ياخد ايدك. البيتبول مش هيكون قصد ان هو ياخد ايدك بس هو هياخد ايدك بالغلط. جميل بيجي مكافأة بسيطة. شايفين الفك الفوتبول حاجة ما شاء الله. بلاش عض وعضلها من رقبتها. واعتقد هي بنسبه كبيره هي ممكن تكون حملت مني بالغلط. يعني تعال يا رامبو رامبو بس ايه العبيط اهو. صل على النبي نط نطه سليمه بدل نزل بلفه على ظهره. كل ده بس اللي انا بعمله ده تخريج طاقه للكلب عشان ما ايه ما يقعدوش يهوهوا ويزعقونا ويتعبونا. امسك يلا الكلام ده تصويت ويكسروا في الحاجه ويبهدلوا الدنيا. ماشي يبهدلوا ايه شايف لازما نطلع عينهم شويه ساعه كده ولا نص ساعه قبل الفطار نخرج منهم الطاقة والباور اللي بيزهقونا بيه طول الليل. مش هعطيهم فرصة انهم يرتاحوا. احنا داخلين على 10 دقايق اهو. كان في قبل كده يجي نص ساعة تدريب ونط بس
بس الموبايل ما كانش معايا عشان اصور هنا عشان نطلع الزهق اللي جواه والباور والحافظ على عضلاته والضمور تدريب الكلب وفي مكان ينط فيه ويلعب فيه ده مهم جدا ومن اهم واحسن افضل العاب اللي هي لعبه شد الحبل ده او شد القماشه شد المزينة كده يبلعني دي تعال عايز اخدها من ايدي هو مش هبقى قصده ان هو عارف ان هو عمل حاجه غلط فايه ماشي يا العبيط سلام شويه وشهم برضو لو حر برضو معاهم ايه شوف حاجة دي تحب تستحمى كده وتنضف مضايقاها والله ما توقف لك هتجري على طول بس هي مبسوطه من الميه والاخ ده مبسوط انا جريتهم بقالي تقريبا داخل على ساعه جري تنطيط كده حامل ولا لا كده يعني طلعنا عينهم زي ما بيقولوا ده يوم النهارده من استخراج الطاقه للكلاب دايما تحافظ ان كلبك يطلع الطاقه اللي جواه اوعى تسيبه من غير ما يتدرب من غير ما يجري من غير ما يلعب علشان يتحول الى مرض يسبب له اكتئاب يسبب له غضب والكلام ده اهو شايفين البيت بول لما يعمل كده معناه ان هو طلع عينه زي ما بيقولوا شايفين المنظر خلاص هو طلع عينه كده خلاص هو تعب من ايه من الجري تعب من الجري مين اللي بيقولوا البيض غدار ومش غدار اهو ايديا ايه البيض بول شاطر وجميل وحلو وعسل تمام يا رامبو اتبسطت ها ما تقعدش بقى تصوت بقى وتنادى عليا ماشي لما بيسمع صوتي في البلكونه بينادي ويدوش وعلى الاقل طال عمرك فبرضك ليك عايز تلعب طب يلا انا هنزلهم انا اهو ماشي كده خلاص اتفقنا استخراج طاقة الكلب من اهم الاشياء اللي انت تلعبه وتجريه وتنططه اهم حاجة اللي زي ما احنا شفنا لعبة ان هو يشد معاك دي لعبة مهمة جدا ينط ويقفز ويجري ويتنطط وبيها ان هو يطلع كل طاقته يطلع كل غيظه واكتئابه لو في اكتئاب بيتحول كده هاي راح تجري دي الكلب دي عندي بتصد دبان كده شكرا ان شاء الله نكمل مع بعض كنتم مع حسن حامد وكان معانا حبايبي هم اعتبروا زي اولادي رامبو امريكان بوتبول وفيكي امريكان بوتبول اوكي ثانك يو جايز يلا سي يو ليتر ان شاء الله السلام عليكم مع السلامه اوت
الصبح.